وهي الكلمة مقلوب فضائي فضائي. بلت سفينة سفينة سفينة. طيب شوي شوي، لازم تاخد عشرة. اهدى بقى يا ابني، شبك؟ هاي أول مرة بشوف رجال عم يبكي كرمال نظارات. أنا ما عم أبكي، بس فاز شامبو بعيوني. اليوم الجمعة ولازم كل الأولاد يفوتوا على الحمام لينظفوا حالهم. إيه بس مو مع أهلهم. قلت لك سكر عيونك وأنا عم حممك، لا تخلي الرغوة تفوت بعيونك، ما كنت ترد. بابا خلص أنا صرت كبير، رح يصير عمري 10 سنين. هي لا تفوتي، مالي لابس شيء. مو معقول شو مستعجل لحتى يكبر، طول بالك بابا بعدك صغير. شو رأيكم بهي؟ مسك جربها. ايه هي الزرقة لا حاسة بناتية، ما بدي. طيب ماشي بابا، يلي جربت أول شي صبيانية وكتير حلوة. لا بدي هي. بس بصراحة هي النظارات ماركتها غالية شوي. مسك جرب لي هي، هي تقريبا مثل اللي بإيدك بس سارة مناسب. مسيك جربها. رضا انت ما معك غير هالمصاري؟ ايه يعني اذا بياخد هاي بكفو اكيد. يسلم وما عاد بدي شي. سهيل خير شباب، بدي احكي شغلة بيني وبينك. تعا سهيل تعال، سهيل تعال شوف هاي كتير حلوة. لا تواخذنا بعتذر. ولك بدنا نرسم أنا وياك، شو رأيك؟ خلينا نرسم مع بعض. سهيل قوم شوف كيف نظفت لك الـ CD، كان كله وسخ. كريم قال لي إنه إذا غسلته بالصابون بتصير تمام. ليك سهيل أنا ما قلت لك إنه لا تغسل لي CD-ياتي؟ طيب جربه، أنا من أمير علي. حطه بالجهاز وشوف كيف اشتغل. معلش حبيبي جربه على القليلة، هلأ صار شغال. مين قال لك تغسل الـ CD؟ عطيني يا طيب. سهيل جربه لشوف إذا اشتغل. هات أنا بجربه. بعدي هيك ما بدي. معلش بعدي لا تمد ايدك هلا بتنجرحي. رضا انت ليش هيك سويت؟ قلي ليش هيك اشتغل. قوم سهيل، تعا ماما تعا شوف هالرسمه قديش حلوه. حطلي بدل ما قاعده ترسمي ضفادع روحي تعلمي كيف تسوي اكل مثل الكلب. سهيل والله أنا ببكيها. سهيل حبيبي. أنا مالي حبيبك أبدا، جيتي لعندي على المدرسة وخجلتيني وخفتي من لعبة صغيرة بمدينة الملاهي وما عرفتي تحكي كلمتين على بعض مع الأنسة. تركوني بحالي أنتو الاثنين مجانين. انت كتير غلطت رضا. عم قلك انت كتير غلطت. لا ليش انت ضربته لسهيل؟ شو نسيتي انه انا ابو؟ Thank you.
أنشد الأناشيد. عن جد أنا آسف لأني أبوك سهيل. بس شو بدي أعمل؟ مو بإيدي. أول ما خلقت الكل كانوا يقولوا عنك بتشبه الضفدع وطالع لأبوك. بس الحمد لله صرت شوي شوي بتشبه لأمك. صرت حلو. أنا مبسوط لأنك صرت رجال. وقلت لها لأمك لا تفوتي لجوا، أنا أجيت لأحكي معك من رجال لرجال. صدقني الأهل كتير مناح سهيل، وحياة الله إذا ما كانوا بتحس بغيابه. صدقني ابني ورحمة أبي. بس لبقت شيء دفتر الرسم تبع أمك مرة تانية. الحمامات دائماً عم بيسألوا عنك. إذا حبيت وكان عندك وقت تعال على البيت وزورهم. بابا سهيل لا تبكي. اوعى، لأنه الرجال ما بيبكوا. خليك قوي، ارفع راسك وخليه فوق.